ان شاء الله نحكي اليوم عن النانوتكنولوجي ابلكيشن ان مايكروبيولوجي. The term nanotechnology is widely employed in various fields like engineering, medicine, biology, electronics and optical fields. طبعا مثل ما تعرفون انه تقنية النانوتكنولوجي هي طبعا من التقنيات الشائعة في وقتنا الحاضر. طبعا بدأت تزايد استخدامات النانوتكنولوجي من فترة 2005 إلى 2010، زاد اهتمام أكثر بكافة المجالات. اليوم إن شاء الله نتحدث عن استخدام النانوتكنولوجي في الميكروبيولوجي. طبعا النانو بارتيكلز هو عبارة عن جسيمات صغيرة الحجم، حجمها يتراوح من 1 to 100 نانومتر. هذا الحجم وصفت النانو بارتيكلز اعطاها أهمية في الميكروبيولوجي كأنتي مايكروبيال فور بكتيريال فانجال فيروس. دكتور أنس ما يلعبوا الشرائح قاعد تبدليها لو لا؟ لا والله دكتور تبدلي حضرتك أنت؟ لا مو هي من يمش غير بعد. أسوان برزنت كيفكم؟ أوكي هسه تبدلي دكتور عيني؟ يلا أوكي هذا هسه يا أوكي عاش فيكم. مثل ما تعرفون جزيئات النانو بارتيكلز هي تعتبر small size particle having size range from 1 to 100 nanometer. It has immense importance in the fields of biotechnology such as food, medical and pharmaceutical industry. Nano particles play an important role in our daily lives. Nano particles have antimicrobial properties against virus, fungal, bacterial and other tiny microbial species. This figure represents the size of nano particles comparison with another particles like virus, bacterium, cancer cell. كأفضل جزيئة نانو بارتيكلز استخدمت عندنا كمضاد حيوي هي جزيئة السيلفر نانو بارتيكل. الأسباب عديدة إنه سيلفر نانو بارتيكلز استخدمت more utilized in numerous fields consisting of clinical, food, health care بسبب إنه تمتلك خصائص antibacterial, antifungal agent. وطبعا استخدام الفضة هو كان منذ القدم في مكافحة البكتيريا، ذلك لقابلية السيلفر لقتل الكائنات الدقيقة من ضمنها البكتيريا والطحالب، واستخدم سابقا في تعقيم المياه. بسبب صغر حجمها أعطاها مساحة تمتلك مساحة سطحية عالية، إضافة إلى الخصائص الكيميائية والفيزيائية التي تمتلكها جزيئات الفضة، مما ساهم إلى التفاعل بين الفضة وغشاء البكتيريا. هذا الفكر هو بحث المورفولوجيكال للسيلفر نانو بارتيكلز باستخدام الجهاز المجهري الالكتروني الترانسميشن الكترو مايكروسكوب. هنا وضح لنا انه السايز اوف سيلفر نانو بارتيكلز فروم 20 تو 30 نانومتر. وهنا ايضا فيجر اخر هو يوضح لنا المورفولوجيكال بالنسبه للسيلفر باستخدام الاس اي ام السكاننج الكترو مايكروسكوب، وايضا حجم الجزيئات النانو بارتيكلز هي تكون من 20 الى 30 نانومتر. طبعا معروف عنا انه السيلفر نانو بارتيكلز هو يكون الى قابليه سميه الى البكتيريا، لكن تكون بتركيز قليله مو بتركيز عاليه. وطبعا من احد يعني استخدام او لجوء الى استخدام النانو بارتيكلز كمضاد حيوي بسبب انتشار مقاومه العديد من المضادات الحيويه لكثير من انواع من البكتيريا بسبب الاستخدام الخاطئ للانتيبايوتيك، اما بتكرار استخدام الانتيبايوتيك لفتره طويله او باخذ العلاج يوم او يومين بعد الانقطاع عن الاستمرار باخذ العلاج ادى الى مقاومه البكتيريا الى انواع عديده من الانتيبايوتيك. لهذا العلم الحديث تطور باستخدام بديل عن الانتيبايوتيك الا وهو النانو بارتيكلز، وكانت من افضل انواع النانو بارتيكلز المستخدمه هو السيلفر. نتيجة خصائص الغشاء البكتيريا اللي ممكن يتغير عندنا باستخدام النانو بارتيكلز انه يأثر على سطح البكتيريا وبالتالي حيسبب الى نفاذية الغشاء، وما يسهل عندنا الى عملية قتل البكتيريا. من اكثر الانواع اللي استخدمتها طبعا خلال تطبيق السيلفر نانو بارتيكلز هو ثلاث انواع من البكتيريا الستافيلوكوكس اوريوس السيدوماس اورجينوزا الايكولاي. استخدمت هاي الانواع الثلاثة هي من اكثر تعتبر عندنا من اكثر الكومن بكتيريا اللي سبب لنا عندنا different types of infection like skin infection, respiratory tract, urinary tract infection, otitis media. طبعا كل بكتيريا تمتلك لنا فيرنس فاكتور يعني عوامل ضراول هي مسؤوله عن امراضيه البكتيريا، فانا طبقت السيلفر نانو بارتيكلز على العوامل الفيرنس فاكتور حتى اشوف تاثير السيلفر على الباثوجينسي اوف بكتيريا.
هنا تلاحظون هذا الفيجر هو يبين لنا الـ antibody sensitivity of bacteria. تلاحظون أنا استخدمت هنا 13 نوع من الانتيبايتك، أكثر أنواع البكتيريا هي تكون مقاومة لهذه الأنواع الانتيبايتك، فهاي درجة عالية المقاومة أدت إلى استخدام الـ silver nanoparticles كبديل عن الانتيبايتك. فالطريقة اللي استخدمتها أنا كتشخيص الـ antibacterial activity of silver nanoparticles أنه استخدم طريقة الـ agar well diffusion assay، أنه أنا زرعت البكتيريا على طبق الأجار. بتركيز مختلف من سيلفر نانو بارتيكلز، بتركيز مختلف من سيلفر بارتيكلز، مثل ما تلاحظون انه هو التركيز واحد هو مثل كنترول، يعني انا ما مستخدم سيلفر نانو بارتيكلز. رقم اثنين هو مثل اللي عندنا اقل تركيز نانو بارتيكلز هو 25 مايكروغرام. رقم ثلاثة هو 50 مايكروغرام من السيلفر نانو بارتيكلز. رقم أربعة هو يمثل لي 75 مايكروغرام بير مل بالنسبة إلى السيلفر. ورقم خمسة هو يمثل لي 100 مايكروغرام أوف مايكروغرام بير مل للسيلفر نانو بارتيكلز. طبعاً حضرتها بدرجة الحرارة 37 وبعد قرأت النتيجة. تلاحظون إنه كل ما زاد تركيز السيلفر نانو بارتيكلز كل ما الثانية نتيجة أفضل لإنهبيشن جروث أوف بكتيريا. هاي كأول طريقة. بعدها حتى اعرف الميكانيزم اللي يسببها السيلفر نانو بارتيكلز على البكتيريال سيل استخدمت عندي ثلاث طرق. الطريقه الاولى هي السكانك الكتروميكروسكوب، الطريقه الثانيه الاكي جين اورنج اثيديوم بروميد، والطريقه الثالثه هي ديتكشن جين التريشن يوزنج ريال تايم بي سي ار. طبعا استخدمت هنا الجينات، كل جين خاص بالبكتيريا اللي هو مسؤول عن باثوجينيتي. فاول شيء هو طريقه السكانينج الكتروميكروسكوب، انه مثل ما تلاحظون الفيجر الاول هو مثل كنترول سيدوماس اورجينازا، يعني هاي البكتيريا تكون غير معامله بالسيلفر نانو بارتيكلز. تلاحظون تحت منها عندنا على ريجولار سيل ميمبرين، لكن بعد معاملتها بالسيلفر نانو بارتيكلز بتركيز ال 100 مايكروغرام اللي هو اثر عليها وسوينا انهبيشن جروث، تلاحظون صار تغيير بالمورفولوجيكال سيل ميمبرين، وسبب عندي مور كورس يعني ثقوب عديده مما ادى الى انه زيد من نفاذيه الغشاء. فبالتالي انه هاي التجربه هي اثرت تاثير السيلفر نانو بارتيكلز على غشاء الخليه. والطريقه الثانيه هو باستخدام صبغتين اللي هي الاكيجين اورنج والاثيلين بروميد. استخدمت التو تايبز اوف ستين انه الاثيجين بروميد حتى اميز بين الفيبل سيل والديد سيل. بالنسبه للاكيدين اورنج هي تعطيني لون اخضر اذا كانت الخلايا فيبل يعني خلايا حيه، والاثيجين برومايد تعطيني صبغه ريد هي تمثل الخلايا الديد سيل. فاي تلاحظون انه الصوره الاولى للايكولاي انه انا بدون ما اعمل سيلفر نانو بارتيكلز انه لون الخلايا كان لون اخضر، اذا معناها هاي الخلايا تكون فيبل سيل يعني خلايا حيه، لكن بعد ما عملتها بالسيلفر نانو بارتيكلز اعطتني لون ريد، اذا معناها الخلايا هنا صار لها ديد. هذا يدل على تاثير انه السيلفر نانو بارتيكلز على السيل ميمبرين، وبنفس الوقت اثرت عندنا على النيوكليك اسيد للبكتيريا مما ادى الى انه السيل ميمبرين يفقد الريجوليتي مالته. والخطوه الاخيره اللي انا استخدمتها انه طبقت السيلفر نانو بارتيكلز على الجين اكسبريشن للبكتيريا اللي هي مسؤوله عن باثوجينيتي لها باستخدام طريقه الريال تايم، انه اني اخذت الجين قبل ما اعامله بالسيلفر نانو بارتيكلز وبعد ما اعامله بالسيلفر بارتيكلز. طبعا اللون البلاك هو يدل على يعني بيفور سيلفر نانو بارتيكلز، تلاحظون انه الجين اكسبريشن كان مستوى عالي، لكن بعد ما عاملته بالسيلفر نانو بارتيكلز قل الجين اكسبريشن يعني صار انه داولنت، وهذا يدل على انه النانو بارتيكلز اثرت على الجين اكسبريشن او بكتيريا. من خلال الميكانيزم اللي استخدمتها انه انا استنتج انه سيلفر نانو بارتيكل ممكن انه انا استخدمها كنيو انتي بكتيريال ايجنت انستيد اوف تراديشنال انتي بايوتيك. شكرا. اذا اكو اي سؤال. شكرا جزيلا دكتوره سميه. نعم اليوم ظاهر يعني جدا شورت، يعني إذا أكو واحد من الأساتذة الكرام عنده أي استفسار أو سؤال يتفضل أو مداخلة إضافة يكونوا مشكورين. عادي تعال راحتك ما عندي إشكال.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور علي. أهلا بكم. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتورة سمية. حقيقة أنا عندي سؤال، يعني مدى هل بالبداية هل إنه التجربة هذه كانت فقط على هذه الميديا والبليتس هذه والكولتشر، أم يعني تستخدم بشكل في داخل يعني جسم الإنسان؟ هو لحد الآن فقط انفيترو، يعني ما استخدموها انفيفو، يعني مختبريا فقط. مختبريا ايه؟ نعم. طيب السيلفر نانو بارتيكلز يعني استخدمت هي مكان الانتيبايوتيك؟ اي نعم مكان الانتيبايوتيك. صارت يعني ما صارت كارير للانتيبايوتيك يعني هي استخدمت كبديل عن الانتيبايوتيك. وانا ساعتها هذا الوحدة اشتغلت برومانيا، فجماعتي كانوا مسوين اويتمنت كعلاج البيرن والوند، يعني الحروق والجروح، انه استخدموا سيلفر نانو بارتيكلز وعاملوهم مجموعه من الانتيبايوتيك اويتمنت، فاستخدموها كعلاج يعني. نعم هي بطبيعتها طبعا سامه، توكسيك، احنا متفقين. هي ما تكون سامه اذا استخدمناها بتراكيز يعني واطئه، ممكن ما تكون سامه للانسان على مستوى النانو بارتيكلز وخطورتها يعني بهالسايز هذه. يعني هي اكثر البحوث يعني اثبتت انه اذا تركيز واطئ استخدمناها للسيلفر نانو بارتيكلز ما تسوي سميه للانسان. نعم بس يعني اللي فهمته انه فقط على السيل ممبرين، تاثر على السيل ممبرين مالت البكتيريا وتسوي لها دامج، وهذا اللي يسويه. تمام يعني نيتريك اسيد وعلى جينك تفشل يعني سكته، بس يعني خفت الوقت يعني يطول على عامل الضراوه اللي هي الالجينيت والهاي والهيمولايسيا عند الانزيمات المسؤولة عن امراض البكتيريا. واضح، شكرا جزيلا دكتور، اشكرك. العفو دكتور. دكتوره سميه، عندنا دكتوره اسراء عندها سؤال، تقول هل كانت العزلات المستخدمه ريفرنس سترين او كلينيكال سترين، ومن اي مكان معزوله؟ طبعا انا عزلت من المستشفيات برومانيا، اخذت يعني كتاب بتسهيل مهمة وجمعت المستشفيات، قسم من عدة كانت من الجروح والحروق، وقسم الآخر كانت من التهاب الأذن الوسطى الأوتاتيس ميديا، وقسم الآخر من الانتراكت انفكشن، يعني كانت من أكثر من مصدر. أوكي، ما أعرف دكتورة أسراء هذا الإجابة يعني وافية لكم، لو أقعدكم تسأل آخر. اوكي شكرا. اذا اي سؤال اخو بعد عندنا اساتذة تفضلوا. اي سؤال او استفسار او اي اضافة عن الموضوع؟ السلام عليكم. السيلفر مطبق. عليكم السلام. السلام عليكم. شلونك دكتور؟ اهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على هذه المحاضره القيمه. بس عندي سؤال، النانو بارتيكل شلون يعني المناعه، الجهاز المناعي يخلوه يتخلص من الجهاز المناعي، الاليات المناعيه شنو الاليات الميكانيزمز اللي نخليها تتخلص من الجهاز المناعي؟ وشكرا من جزيلا. تفضلي دكتوره سميه. عندي سؤال احمد، يعني بصراحه يعني مفهوم حضرتك يعني على مناعه جسم الانسان، انا قلت لك هي حدا ما طبقناها ان فيفو، فقط ان فيترو، يعني ماكو دراسات يعني دكتوره بهذا الخصوص انه لا لحد الان فقط ان فيترو، يعني حتى جمع المناعه شلون يضيفونها مثلا كذا، لا يعني اي شيء ان فيفو ماكو حاليا، فقط ان فيترو. يعني حتى الجامعة المصرية قبل فترة سووا براءة اختراع على انه اويتمنت حضروا من الزنك اوكسايد والمجموعة من الاويتمنت وسووها لعلاج الحروق، بس يعني ما حدا ما استخدموها، مجرد جربوها على الرابط على المايس، بس ما جربوها على الهيومن. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا. العفو عنك دكتور. دكتور امجد كان عندك سؤال او مداخلة؟ العفو. السلام عليكم، شكرا دكتور علاء، شكرا لدكتورة سمية على المحاضرة القيمة هاي، إن شاء الله يحفظكم الله. هو كان عندي سؤال بس بنفس الوقت أيضا عندي
مداخلة على سؤال الأستاذ أحمد بالنسبة لتقليل المناعة أو شلون نخلي الجسيمات داخل الجسم أنه ما يكتشفها الجهاز المناعي. طبعاً إحنا كل جسم إلى مناعة معينة، فلذلك أي جسيمة أو أي دواء أو أي مادة حيوية تدخل إلى السوائل الحيوية مباشرة الجهاز المناعي يكتشفها. فلذلك إحنا لازم شو نسوي؟ نسوي عملية تغليف.